الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نحن في هذه الليلة مع الدرس 13 من دروس السيرة النبوية المختصرة في ضوء كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق قد انتهينا من الكلام على غزوة بدر وما انتهت إليه، وعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما كان من أمر الأسرى من المشركين، حيث أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من المشركين، وكانت هزيمة منكرة ومؤثرة على قريش ومن تحالف معهم من المشركين. وفي هذا اليوم أستعرض معكم سريعا عدة غزوات صغيرة بعد غزوة بدر، وهي في حدود 5 غزوات تقريبا. وهناك مصطلح يستعمله الأئمة من المحدثين والمؤرخين في تسمية الجيوش التي تقاتل، فيطلقون مرة جيش ويطلقون مرة سرية. والقول الراجح في التفريق بين هذين الوصفين أن ما كان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فهو جيش، وغالبا ما يطلق على المعركة غزوة، وما كان بقيادة أحد أصحابه فهو سرية، بصرف النظر عن العدد الذي تكون منه هؤلاء أو هذا الجيش أو عدد المقاتلين فيه. فكان بعد غزوة بدر عدة غزوات يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عدد المقاتلين قليلا في بعضها، وآخر هذه الغزوات هي غزوة بني قينقاع، وهم قبيلة من اليهود، واليهود كان منهم 3 قبائل استوطنوا المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث عنهم وعن طبيعة علاقتهم بالأنصار رضي الله عنهم. فهؤلاء اليهود يتكونون من 3 قبائل بنو قينقاع، ويقال أنهم كانوا أشد هذه القبائل قوة وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو النضير وبنو قريظة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، كان من أوائل أعماله أن عقد عهدا مع هذه القبائل اليهودية، إلا أن بنو قينقاع لما رأوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة بدر، اشتد غيظهم وحنقهم، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، فحاصرهم 15 يوما، وقبلوا أن ينزلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حكمه، وكانوا حلفاء في الجاهلية للخزرج، وسيد الخزرج هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك له حلفاء. فتردد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر،
ثم قبل طلبه إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يستحق الإكرام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليهم أن يرحلوا عن المدينة، فرحلوا إلى أطراف الشام، ويقال أن أكثرهم هلك في ذلك المكان الذي استوطنوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ستة من أصحابه إلى كعب بن الأشرف، وكان من سادة اليهود، مع أنه ليس بيهودي، هو من عربي من طيء، ولكن أمه من بني النضير، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم التخلص منه ومن شره، فبعث له ستة من أصحابه، فاحتالوا عليه حتى قتلوه وأراحوا المسلمين من شره. قريش لم يقر لهم قرار بعدما حصل لهم في غزوة بدر وقتل سادتهم وكبرائهم، فتصدر لزعامتهم أبو سفيان بن حرب، وجمع قريش ومن حول مكة ليجهز على النبي صلى الله عليه وسلم حسب زعمه، وجمع 3000 مقاتل وسار بهم حتى وصل إلى المدينة، ونزل قريبا من جبل أحد، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكانوا فريقين، فريق يرى الخروج إلى العدو ومواجهته، وفريق آخر يرى التحصن في المدينة، وقالوا إن دخلوا علينا قاتلهم الجميع، النساء والصغار والموالي والكل. وكان ممن يرى البقاء في المدينة ابن أبي ومن معه من طائفة المنافقين أخزاهم الله، وكان كثير ممن يرغب في الخروج هم ممن فاتهم شرف حضور غزوة بدر، فخشوا أن لا يحصل قتال فيفوتهم أيضا هذا الشرف الذي حصل الذي حضر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبس لباس الحرب ولبس درعين، وكأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على مآل المعركة، لأنها من أسوأ المعارك التي حصلت للمسلمين بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج ظن الذين كانوا حريصين على خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو أنهم ربما أكرهوه على الخروج وعلى القتال، فقالوا: يا رسول الله، إن رغبت أن نبقى في المدينة بقينا. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل. فخرج في 1000 مقاتل، وفي أثناء الطريق انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش أو 300 مقاتل، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت لم تسمع مشورتنا ولا نعلم أنكم ستلقون قتالا، ورجع فأراح الله المسلمين منه ومن خونة المنافقين الذين وصفهم الله بقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. رتب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ترتيبا عسكريا ممتازا، وجعل الرماة وعددهم 50 من أمكن الرماة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم في خلف جيش المسلمين يحمون ظهره وفوق جبل الرماة المعروف الآن الموجود، حتى يكونوا حماية لظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت المعركة، وكان أول من برز من المشركين رجل
من الأوس، وكان سيد من ساداتهم وراهب من رهبانهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الله له الإيمان، فغادر إلى مكة وصار عدوا للإسلام والمسلمين، فحضر يقال له أبو عامر الراهب، فيقال أنه أول من برز، وكان يعد قريش بأنه سيستميل أصحابه أو قومه أو قبيلته ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخزاه وأذله. بدأت المعركة وانهزم المشركون سريعا، وكان عدد الفرسان فيهم 200 بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم رضي الله عنه، فانهزموا وأتبعهم جيش المسلمين، فلما رآهم الرماة ظنوا أن المعركة قد انتهت، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وقال لهم لا تنزلوا ولا تغادروا مكانكم، فقالوا لقائدهم إن جيش المشركين قد انهزم وسننزل لجمع الغنائم، فحذرهم وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم غلبوه فنزلوا. فلما رأى خالد رضي الله عنه، وكان رجل قائد مجرب قائد محنك، فلما رأى هؤلاء الرماة نزلوا من فوق الجبل استدار بفرسانه من خلف الجبل وجاء إلى جيش المسلمين من الخلف، وأصبحت هزيمة عظيمة ومقتلة عظيمة، قتل 70 من الصحابة من خيار الصحابة، على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير وكان يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد من خيار الصحابة رضوان الله عليهم. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابة بليغة، حتى إن أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله لطف به وحماه، ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم كيف ينجو أو يسلم قوم أدموا رأس نبيهم، وهذا في البخاري. فقتل من قتل من المسلمين، وكانت وقعة عظيمة وهزيمة حزينة على المسلمين، وكما ذكرت قبل قليل أنه قتل منهم نحو 70، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بدمائهم، لم يغسلوا ولم يصلي عليهم، وقبورهم موجودة الآن قريبا من جبل أحد. وظهر في هذه المعركة عدد من المعجزات والدلائل، من هذه المعجزات والكرامات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة قد خرجت عينه من رأسه، فردها بيده الكريمة فأصبحت أحسن عينيه، إلى غير ذلك من الدلائل والمعجزات في هذه المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممن حماه سعد بن أبي وقاص، فكان يرمي بنبله وبسهامه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في تكرمة ومنقبة لم تحصل لأحد لغير سعد بن أبي وقاص، ارمي فداك أبي وأمي، فلم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهكذا انتهت هذه المعركة، ولله في ذلك حكمة وشأن عظيم في هذه الهزيمة التي حصلت للمسلمين، مع أنها كانت بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم انتصروا في بدر، وسيخلف الله عليهم في الغزوات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.